الحالة ديالها في الاخر دورت بزاف. حنا كلنا نهار كنا كنقولوا غنمشيو للكلينيك غادي يقول لنا ماتت، لان كل مره كيسكت لها القلب وتيقول لك عاوتاني فيقوا عاوتاني، كيسكت لها شي ثلاثه المرات. زعما حنايا كان عندنا امل شويه قليل، لكن ملي كنشوفوها بدات كتهضر معنا وكدوي معنا تنقول الحمد لله راه غادا عاوتاني توقف على رجليها وغادا تمشي، لكن هي عمرها ما قدرت تحرك برجلين. داكشي اللي هود لها هود لها في رجليها بزاف وعذبها، وكانت ديما كتبكي دخل عندها شي واحد كتبقى تبكي تتقول لك الله ياخذ الحق في اللي دار لي هذا الشيء. تنبقى نعنقها وتنبقى نبوسها بس لي يديها بس لي رجليها، قلت لها امنيتي توقفي وترجعي لدارك، لان كانت عزيزة على دارها ما كانتش كتخوي دارها، والناس هي من محبين ديال الناس يجوا عندها تفرح بالضيف، كانت طيب بيديها وحق الله العظيم طيب بيديها، وهاد الناس المغنيين من الموسيقيين ديالها كانت كتحبهم وكتخاف عليهم كتعاونهم مع وليداتهم وكل شيء، وتا هما كانوا مزيانين معاها وكيوقفوا معاها. ايمان حتى شي واحد ما كنت يقول لها منهم انا تعيط لي جوج الليل وحده الليل تقول لي جي عندي بغيت كنوض ما نخافش، وكان جي عندها تنقول لها اش بغيتيني فولين كدوي لا اجي تبقى تعاود لي همومها ونعاود ليها ونضحكوا دير شي حاجه كنضحكها حيت انا كنت قريبه لها بزاف. هي توكلات هي اقسم بالله الشهاده عليا اللي هي قالت لي داروا لي التوكل، قالت لي اختي انا روكل التوكل، وقلت لك انا يا جبدوه 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 الفرمه، قالت لي جبدناها داكشي اللي جبدوه من الداد ديالها، وما عذبوها عذبوها بزاف. انا شهر شي يومين وانا معاها يوميا معاها، كندخل عندها ثلاثه اربعه المرات ما نقدرش ما نمشيش يوميا. ما صدقتش والله ما صدقتش، لان بنتها كتهضر معايا كتقول لي ماما بخير والحمد لله كي كنا كيولينا، وماما راه غتجي للدار وغادي نديروا صدقه وجدينا المسمعين، وبديت كنوجد وعلمت الناس على اساس غادي تجي لدارها سالمه. تكنت فاجئ البارح عيطت لي قالت لي طاحنا لا طونسي طوحه خايبه، ورجعت عاوتاني الانعاش دخلوها صافي. انا بقيت واقفه واليوم عيطت لي مع تسعود قالت لي سيري حلي الدار ودخلي راه ماما ماتت الله يرحمها، ما عقلتش على راسي كيفاش جيت. وهي راه ربي يرفع عليها كل شيء ويغفر لها في كل شيء، لان داك الشيء كل شيء الله تبارك وهما اللي غادي يدفعوا في الدنيا قبل الاخر، وضميرهم عمره ما غيرتاح حيت تعدوا على مرأة هز وليده هز عائله هز موسيقيين خدامين معاها هز بزاف بزاف تاع الناس، يتموا دوك البنيات وهاد امها مسكينه ما تقدرش تحرك ما تقدرش دير شي حاجه بلا ايمان، والله غادي ياخذ فيهم الحق.